تحية طيبة لكل أوفياء الإذاعة القريبة منكم دائما ماد غاديو. سنة هجرية سعيدة، كل عام وانتم بألف ألف خير يا رب، مع أطيب المتمنيات والأمنيات من كل الطاقم. حلقة جديدة من برنامجكم سيداتي سادتي بفقرات منوعة كالعادة، أملنا دائما أنها تكون فقرات اللي كترضيكم، اللي كتستفدوا منها واللي كتمتعكم في نفس الوقت. فكيف ما عودناكم في أولى فقرتنا كنقوموا بالإجابة على مجموعة من الأسئلة اللي مرات معنا في الحلقة الماضية. مباشرة كنمشيو لفقرة بريكولاج باش كندرجو مجموعة من الاقتراحات اللي كتوصلنا عبر صفحة البرنامج. هي دائما رهن إشارتكم كيكفي أنكم تدخلوا الموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تقوموا كتابة كلمة سيداتي سادتي باللغة العربية ماشي بأي لغة أخرى، فمباشرة كتوجدوا الشعار أو اللوغو الخاص بميد غاديو، فهديك هي الصفحة الخاصة ببرنامج سيداتي سادتي. ككل يوم ثلاثاء وكيف ما عودناكم كيكون عندنا موعد مع المختص فان ديكور سامي دانان. إذن سنة سعيدة سامي، إن شاء الله كل عام وانت بألف خير، عواشرك مبروكة. بارك الله فيك علينا وعليك، وسنة سعيدة ليك ولجميع الطاقم ولجميع المستمعين. أكيد إن شاء الله يا رب للجميع. فالكثير من الأسئلة اليوم سامي كتسنى الإجابة ديالك بطبيعة الحال إن شاء الله. فكذلك اليوم من خلال موضوعنا في الفقرة ديال الديكور، فاحنا غادي نواصلوا سلسلة ديال الحلقة ديالنا اللي هي خاصة بكيفاش نستغلوا المساحة ديال الشقق اللي كتكون صغيرة. فغيكون هذا هو موضوعنا إن شاء الله إن شاء معاك الله. اليوم سامي من خلال فقرة الديكور، هذا بالإضافة للمجموعة ديال الأسئلة كيف ما قلت لي كتسنى الإجابة ديالك. الكل أوفياء اللي بغاو يتواصلوا معنا إن شاء الله بعض لحظات، فباب التواصل غادي يكون مفتوح معكم عن طريق أرقامنا الهاتفية اللي هي دائما رهن إشارتكم 05 22 46 72 50 51 أو 52 أو 05 22 43 00 09 أو عن طريق الرقم الخاص دائما برسائل SMS واللي هو 5080. قوموا بكتابة كلمة ماد MED، خلوا فراغ وبعتوا بالاقتراح ديالكم علاش لا، أو لا بأفكاركم الحلول ديالكم كذلك، أو أسئلتكم باش نجاوبوا عليها خلال الحلقة. تم SMS هو 6 دراهم طبعا مع احتساب الرسوم. كم دائما احنا في حلقة اليوم من برنامجكم سيداتي سادتي بفقرات منوعة بأفكار جديدة بحلول مجموعة من الاقتراحات. مرحبا بكل الناس اللي بغاو يتواصلوا معنا يعطيونا تساؤلاتهم طبعا وحتى الاقتراحات والافكار ديالهم. فسامي غادي نمشيو لمجموعه من الاسئله اللي خاصه بالديكور اللي كانت مرات معنا خلال هذا الاسبوع، فاسئله كثيره احنا قدر الامكان غادي نحاولوا نجاوبوا على الاغلبيه ديال الاسئله ديال المستمعين الكرام. فغادي نبداو بالسؤال ديال احلام العينين، عندو سؤال هي الاول. فعندها يعني الغرفه ديال النوم ديالها هي في اللون فوشيا، فكتسول على اللون اللي ممكن تعمل في الزربيه وفي الخوامي او في اليدو. بالنسبه لهاد لا شامبر الا كانت كلها فوشيا ما دخلش معها شي كولور واحده اخرى، نعم نقدروا ندخلوا ان غري ارجونتي باسكو كيمشي مع لو فوشيا مزيان، سينو لو موف شنو ان موف صافي دير لي دخلنا لو موف غديروا في لي طابي وفي لي عيدو. واخا يكونوا دي موتيف اون فوشيا ماشي مشكل. يعني دابا نشوفوا التوب اللي غادي ناخذوا في لي عيدو هو اللي غناخذوا عليه لي طابي، سوا لو غري سوا لو موف. نعم، اذا هادو زوج ديال الاقتراحات ممكن انه احلام تختار واحد فيهم. انا عجبني كذلك السؤال ديال سميه من مدينه الدار البيضاء، تواصلت معنا عن طريق الرقم 5080 اللي هو خاص برسائل اس ام اس. فسميه في العمر ديال 11 سنه، تحيه ليك سميه لانه في هذا العمر وما شاء الله يعني كتواصل معنا وبغيت الاقتراح ديالك سامي. كذلك تقريبا نفس اللون اللي عند احلام في الغرفه ديالها اللي هو فوشيا، وكتقول انه البلاكار عندها مبني في الحيط، هي كتسول فقط على اللون ديال الريدو اللي تقدر دير في هذه الغرفه ديالها. بالنسبه للبنيه ديال 11 عام تقدر تبقى في الفوشيا وتقدر حتى هي تدخل لو غري على حسب الميساج اللي شفت بان دايره ستيكو صافي دير كلها فوشيا. من الاحسن تدخل دي ستيكرز ملصقات ديال البنيات الرسوم اللي هي كتبغيها، نعم وتلصقهم في الحيط حتى هما كيعطيو واحد لانيماسيون. وبالنسبه للغيدو تبقى في هاد لي دو كولور، فهاد سوا الفوشيا سوا فلوكي فلوكي. نعم نمشيو للسؤال هاد المره ديال مليكه. فمليكه كتسول على الطريقه لتنظيف التلامض ديال المبره، غتصبنهم الاول مره فهي خافت، فواش كاينه شي طريقه اللي تحمي التلامض يبقاو في نفس الشكل في نفس اللون سامي، التلامض ديال المبره ديال التنظيف ديالهم؟ وي كيتصبنوا غالبا يتصبنوا باليد، وغير لابغوس اللي غتستعمل شيتا تكون رطبه شويه. نعم. ما تكونش مسحوق ديال التصبين اليدوي عادي، اي مسحوق ديال التصبين صابون، نعم وتيتصبنوا باليد. نعم نمشيو هذه المره للسؤال ديال رشيده مهاوش. فرشيده كتسول كتقول بغات شي طريقه باش تحافظ على السدادر ديال الخشب من الغموليه، عندها هذا المشكل بزاف.
الغموليه خصها كما كنشيرو ديما تشوف واش كاينه شي فويت هي الاولى في الدار. كتكون هي السبب ديالها جوج الحوايج، كتكون تهويه كتكون قليله ما كتهويش الدار بزاف، اولا كتكون شي فويت. الا كانت فويت خصها تصلح، سينو من غير لا فويت خصها تبدا تهوي الدار. وما فيها باس مره مره دير الطريقه اللي كنقولوا ديما ديال الخزامه. نعم. مره مره تغلي الخزامه ديال الخزامه في وسط الدار ولا في وسط ديك الغرفه اللي فيها دير غرفه بغرفه. نعم. يعني تسد الغرفه كامله وتمشي بيت ببيت بيت ببيت، كتخلي واحد الرائحه طيبه في البيت. وملي تبغي ديرها شخطو في هذا البيت هذا تكون هازه السدادر، يعني تكون موقفاهم باش حتى هما كتمتص منهم الريحه الغموليه وكتشد فيهم شويه الريحه ديال. نعم. تبارك الله عليك سامي. المشكل اللي عند رشيده مهاوش كتقول انه عندها مشكل ديال الرطوبه ولا الغموليه، كتخلي دي طاش دوك النقيطات ديال الغمال في الحيط وكيقيسوا السدادر كيقيسوا حتى الطلامات، فكتقول دابا هذوك لي طاش شنو الحل باش تحيدوا من الحيط؟ هادوك كاينه شي فويت سيغمون، كاينه شي فويت ديال الماء. نعم. اذا نشوفها هي الاولى، خاصها تشوف هي الاولى لا فويت، تقدر تكون ما جياش من عندها، من عند الجيران، من عند الجيران، وقدر ما يكونش السيد اللي فوق منها، يعني يقدر يكون دو لا تخوا زيتاج فوق منها وتخرجت من وتخرج من عندها هي. وكاين كاينه صباغه اللي ضد البروده. نعم. يعني تقدر ديرها، تقدر تستعملها تابليكيها في ديك لا في داك في ديك لا بيس اللي فيها ليطاج وفيها المشكل ديال الغموليه. نعم. طيب نمشيو هذه المره للسؤال ديال سميره منير. فسميره كتقول عندها مشكل في الرخام ديال الكوزينه، ولو انه جابت الناس ديال الرخام وحكوه ليها مره ثانيه من بعد اسبوع رجع شهاب ورجعوا فيه ديطاج، فبغات كتسول دابا شنو الحل اللي تقدر دير. يعني هي حكات رخام من جديد، جابت الناس ديال الرخام وحكوه بالالات اللي هي خاصه. غادي سيغمون كاين جوج الحوايج، يا اما غيكون ما تحكش مزيان ما تبولاش مزيان، سينو الطريقه باش كتنظف هي، يعني ديما بالنسبه للرخام من الاحسن الماء سخون مع الصابون البلدي. وكنقولوا علاش؟ لان الماء السخون كيحيد ديك الشوبيه ديال الصابون البلدي، ما كتبقاش في الرخام ولا في الزليج، ضروري نستعملوا الماء سخون. الماء سخون حيت او ميم طون كيذوب الصابون البلدي، كما كنعرفوا الصابون البلدي هو كيكون بحال الكريمه عجينه. يعني ملي كدار في الماء سخون كيتخلط كيذوب. بالنسبه الى بغات تزيد شويه لابريونس، كدير واحد لاباط مخلطه فيها لي دو تيغ ديال لا بودغ دو بونس، راه كتباع في الاسواق موجوده. هي غبره، هذه ماده غبره. نعم. و ان تيغ ديال البيكربونات دو صود، بيكربونات الصوديوم ديك الغبره ولا البودره البيضاء، ديرهم وديرهم في ان شيفون وتبدا تدوز على الرخام، دوز عليه بيديها شويه شويه باش كيرجع لي داك اللمعان. الا كانوا ديطاش راه كيتحيدوا، و او ميم طون كتعطي اللمعان. نعم. طيب ان شاء الله سميره تكوني سمعتي هذا الحل وجربي ورجعي تواصلي معنا. ملي تكمل من هاد العمليه دوز الماء سخون وصابون البلدي من الفوق باش نعم باش داك اللمعان وديك داك النظافه اللي بغات تحصل عليها ان شاء الله كتكون استعمال الماء سخون مع الصابون البلدي. طيب حنا غادي نرجعوا دائما باش نوصلوا باقي فقرتنا في حلقه اليوم من برنامجكم سيداتي سادتي على الاذاعه القريبه منكم دائما ماد غاديو. فاصل اليوم من برنامجكم سيداتي سادتي، فحنا غادي نمشيو باش نوصل طبعا الاجابه على مجموعه من الاسئله ديال المستمعين الكرام اللي كيتواصلوا معنا دائما. ما تنساوش راه يمكن لكم تواصلوا معنا عن طريق الرقم 5080، كيكفي انكم تقوموا بكتابه كلمه ماد ام او دي، خليوا فراغ وبعثوا بالاقتراح ديالكم ولا بتساؤل. فرجعت سمية سامي مرة أخرى بعثت برسالة أخرى كتقول قلت لي غير فقط اللون ديال الريدو، فكان هذا هو الطلب ديالك سمية، فهي كتسول حتى على اللون ديال الطابي، وقالت واش ممكن دير شي جلسة صغيرة في البيت ديالها. وي بيان سور ممكن دير جليسا على حسب لي سباس اللي عندها. لا قلنا على الفوشيا، عندها الفوشيا بالنسبه للطابي غادي يمشي مع 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 الغيدو ومع لي دغا، حيت كيمشي تقريبا بحال ان اونسومبل، سورتو الغيدو مع لي دغا مع لو دغا مع خصهم يكونوا مواتين، خصهم يكونوا مواتين، ودو بريفيرونس لا كولور ديال الطابي تمشي معاهم. باغ اكزومبل الا لقات شي روز ان بو كلير يكون بارد شويه، تقدر دير به لونسومبل ديال الغيدو مع لو دغا ديالها مع لا كوات، وهذاك ديك لا كولور تاخذ هي اللي تاخذ فيها لي طابي، سوا لو روز سوا لو غري ارجونتي. نعم. طيب نمشيو هاد المره باش نجاوبوا، هي سولت حتى على الجلسه ممكن دير شي جلسه صغيره بالنسبه للناس اللي عندها مثلا الغرفه ديالها يدخلوا عندها. وي بيان سور تبقى في هاد لي كولور. نعم. في الغوز فيشيا ولو غري ارجونتي. نعم. الجلسه تجيها حتى هي تجيها مزيانه الا عندها ليسباس فين تحطها. نعم. نمشيو هاد المره باش نجاوبوا مريم بالعياشي. فمريم كتقول عندها مشكل ديال واحد المراح هو صغير وخاوي ما عرفاتش شنو غدير فيه، المساحه ديالو تقريبا زوج ديال الامتار على متر واحد، وكتقول انه
زوجة مقابل مع الصالون ومع البيت ديال الجلاس، فهي ما عرفاش يعني وبغات شي اقتراحات اش ممكن تدير فيه. بالنسبة لهنا إذا كان طويل تقدر تدير فيه أن كانابي، زوج ديال الأمتار على واحدة سنة، يعني تقدر تدير أن كانابي ديال 1.50 متر يكون دو بلاس، سينو تقدر تحط دي تابوري. دابا سا ديبون لا فورم ديالو حيت عندنا الميتراج وكل شيء، ولكن لا فورم على حساب ما شفناش الشكل ديالو. تقدر دير ان كانابي ديال دو بلاص ديرو الى جا اون فاس مع الصالون، سينو تقدر تحط دي شيز جوج ديال الكريسيات ولا ثلاثه، ولا تقدر تحط بحال هكا دو شيز ودو طابوري اللي غادي يكونوا الى كان اون فاس قالت هي اون فاس مع الصالون يكونوا مواتين مع الطلام ديال الصالون. نعم نمشوا هاد المره باش نجاوبوا فله، فهكذا هي مسمير يعني الاسم ديالها في الصفحه ديال البرنامج، فهي كتقول عندها شقه صغيره مازال ما صلحاتهاش، فهي بغات تعرف اللون ديال الصباغه اللي تقدر دير في الصالون في بيت النعاس ديالها، في بيت النعاس ديال الوليدات ديالها، وحتى في الكولوار. فكتقول انه المساحه هي دابا الغرض ديالها انه المساحه صغيره بزاف، فكتسولك سامي حتى على الاكسسوارات اللي تقدر دير باش تبان شويه المساحه كبيره، لان يعني الشقه صغيره. بالنسبه ملي كتكون الشقه صغيره من الاحسن ما تكثرش لي زاكسسوار، هذا اول حاجه، حيت ملي كيكثروا فيها لي زاكسسوار كتزيد صغار كتقلص المساحه. من الاحسن تبقى باش ما بقى لي سباس تمن لي طابلو ما تكثرهمش، يعني ان سول طابلو ولا بحال هكا دو ان سول ولا دو طابلو ما با بلوس، يعني الا كثرات بزاف كتصغر المساحه اكثر. بالنسبه للون ديال الصباغه ديال الصالون كامل الاحسن بالنسبه للمساحه صغيره تبقى في البيج كلير، داك قريب كيميل للبيض او لا الابيض من الاحسن باش يجي ضاوي شويه وكي سا دون ليسباس. بالنسبه للسيجور تقدر تخليه دير كولور كلير، كاين بحال البياض بحال البيج بحال لو كري، ودير ان بانو الا بغات باش تدير شويه انيماسيون وتهرس تقدر دير واحد لو بانو بشي كولور واحده اخرى، سا دي بون تفريشه اللي باغا دير تما، حتى تشوف تفريشه اللي باغا تحطها من كولور، وتقدر دير ان بانو يعني بدي غيور ولا يكون سامبل يعني بكولور واحده. بالنسبه للبيت نعاس كاينين الوان بزاف، تقدر دير لو روج، تقدر دير لو روز، تقدر دير ان غري كلير، تقدر دير لو بلون. هادو كلهم دي كولور اللي تقدر ديرهم في لا شومبر كوشي ديالها. بالنسبه للوليدات الا كانت غرفه مشتركه نديروا الاحتمال، لان ما قالش ان الوليدات واش هما ولاد ولا بنيتات، نديروا الاحتمال لانها مشتركه بيناتهم. من الاحسن تبقى في البيض والبيستاش. نعم كيصلحوا سواء كانوا بنيتات سواء وليدات، سواء وليدات، وما تلقاش مشكل حتى في لي زاكسوار باغ اكزومبل لي كوات ديالهم وداك الشيء كيبقاو ستاندار ديرهم البنيه والوليد بجوج. نعم عندها كولوار في الدخله ديال الباب، شنو تقترح عليها في اللون ديال الصباغه؟ هاد الكولوار الا كان متسع شويه وغدير فيه ان سيجور هو اللي دوينا عليه، تقدر دير ان بانو بواحد لا كولور والاخر تخليه بياض ولا ان كي كلير. ولا كان غير بحال الدخله، الا كان كولوار دخله من الاحسن يبقى في البيض، من الاحسن باش البيض او لا البيج او لا ان بيج كلير باش يعطي شويه ديال الاسباس. نعم نمشيو نجاوبوا هاد المره هدى. فهدى كتقول عندها حمام صغير وفيه دوش، فهي بغات تعرف اللون ديال الزليج اللي غتعمل في الارضيه وفي الحيط. ملي كيكون الحمام صغير دائما كنصحو بدك بالزليج اللي كيكون فيه لي بتي كارو. نعم كيكون مربعات صغار كيعطي ليسباس، سا دون ليسباس. من الاحسن هو غالبا كنديروه في كاين واحد الموديل فيه ان بلو سيال وداخل معاه لو غري كيكونوا دي كارو. نعم بالنسبه للارض غتشوف على حساب لا كولور اللي عزلات في الحائط وتشوف شي حاجه اللي تمشي معاها. بالنسبه لهاد الحاله هذه تقدر دير لو غري، الا دارت هاد لي بتي كارو اللي فيهم لو بلو بلو ولو غري تقدر دير ان غري كلير في الارض. نعم من عند هدى دائما عندها سؤال اخر، فهي كتقول يلاه خدات الدار هي مازال جديده، عندها البلاكار اللي في الكوزينه مارون فاتح، فبغات تعرف اللون اللي غدير في الزليج ديال الحيط اللي غيتواتى مع البلاكار. من الاحسن تبقى في البيج. تبقى في البيج.
نعم بما انه ماغون فاحنا كنعرفوا انهم كيتواتوا دائما هاد الجوج ديال الالوان. نعم غادي نجاوبوا اخر يعني من الناس اللي كانوا تواصلوا معنا عبر الصفحه فمحمد مساعد. بالنسبه لباقي المستمعين الكرام فالاجوبه ان شاء الله غادي توجدوها في الصفحه, فكيف ما وضعتوا الاسئله ديالكم ان شاء الله غادي توجدوا الاجابه مع المختص في الديكور سنيدنا, لانه دائما كيعمل اطلالات على الصفحه ديال البرنامج وكيحاول انه يجاوب الكثير من المستمعين الكرام لانه الكثير من الاسئله مازال كتسنى الاجابه ديال كسامي. فمحمد مساعد كيقول عنده صالون في كرونا في بوردو مع الباج, وعنده الباب فيه ريدو عامله بالمبره محفره, فهو وعامل تحته واحد التوب رقيق في الباج وبغى يعمل نفس اللون للشراجم ولكن ما لقاش نفس التوب وما لقاش نفس اللون, فبغى يعرف شنو الاقتراح والحل اللي تقدر تعطيه. هاد السيد جو كوا كنت جاوبته, من الاحسن يصيفط لي لا فوتو. نعم. يصيفط لي لي فوتو غادي نعطي ديال الصالون ديالو ونعطيه ان شاء الله دي ريبونس. نعم ودائما كنقولوا هذه راه فكره لكل مستمعي الكرام, فإلا قدرتوا تاخذوا صور مثلا للصالون او للكوزينه او لاي حاجه بغيتوا عليها الاقتراح فوضعوا الصوره في الصفحه وهكذا كيسهل علينا حتى الاقتراح كيكون مواتي بطبيعه الحال, لانه كيسهل علينا لما كنشوفوا بطبيعه الحال الشكل سواء ديال الصالون ولا الكوزينه ولا اي حاجه كتسولوا عليها مستمعينا الكرام. فاحنا دائما لقائنا في حلقه اليوم من برنامجكم سيداتي سادتي متواصل مع كل الاوفياء, ما تنساوش راه يمكن لكم تواصلوا معنا عن طريق ارقامنا الهاتفيه اللي هي 0542 72 50 51 أو 052 أو 0522 43 00 00 وإلى عن طريق الرقم 5080 في رسالة SMS. فقبل ما نتوقفوا مع ثاني اختياراتنا الغنائية في حلقة اليوم غادي نمشوا لفقرة بريكولاج باش غادي ندرجوا مجموعة من الاقتراحات. أول اقتراح عندنا اليوم هو من عند حياة عمر. فحياة عمر كتنصح كل السيدات كتقولي لبغاو يصبنوا حوايج اللي هي ملونة كيكون لون ديالها فاتح مع حوايج مثلا أخرين اللي اللون ديالهم كيكون شوية مغلوق, فكنعرفوا أنه بعض المرات هاد الالوان كيتلقوا في بعضهم. فكتقول نصيحتي لكل السيدات في الاله ديال التصبين ومع المسحوق الخاص بالتصبين ضيفوا ملعقه كبيره ديال الخل فهو كيتبت الالوان على الحوايج وهكذا ما كيتلقوش في بعضهم. غادي نمشيو هاد المره لثاني اقتراح من عند خديجه ام شهاب. فام شهاب كتقول هذه تجربه خاصه وطريقه خاصه مني, فالكل السيدات اللي كيسولوا على تلميع الفضه فكتقول الطريقه اللي كتعمل هي انها كدهنهم بمعجون الاسنان كتخليهم واحد المده شويه حتى كينشف داك المعجون ديال الاسنان على الفضة, ومن بعد كتحكهم غير بطريقة عادية غير بشوية, ممكن تستعمل فرشاة ديال الأسنان اللي ما بقاش كتستعملها وما عندها شغارات بها, أو لو بواحد طريف ديال التوب كتحكي طبعا هذاك المعجون ديال الأسنان اللي هي عملات على الفضة, فكتقول كترجع اللمعان والنظافة الفضة بواحد شكل هائل. فأم شهاب كتقول هذه طريقتي دائما في تلميع الفضة. غادي نمشيو هاد المرة لاقتراح ثالث من عند ابتسام نفاع. فابتسام كتنصح كل السيدات اللي بغاو يعملوا سكر الفاني في الدار, فكتقول ما عليهم إلا ياخذوا أي كمية بغاو من سكر سنيدة كيعملوها في قرعة ديال الزاج اللي كتكون نقية ومعقمة بطبيعة الحال, وكيضيفوا معها عويدات ديال الفاني وكيخليوا واحد المدة ما بين نهار حتى اليومين, وكتقول هكذا السنيدة كتاخد النكهة ديال الفاني وكيكون عندهم سكر الفاني واجد في الدار ممكن يستعملوه في أي وصفة ولا في أي شيوة كيحضروها في البيت. فمشكورات كل السيدات اللي دائما ما كيبخلوش علينا بكل أفكارهم بكل اقتراحاتهم وكيوضعوها عبر الصفحة. بعد لحظات غادي نتواصلوا مع كل أوفياء عن طريق اتصالاتكم الهاتفية وكذلك الرقم الخاص دائما برسائل SMS. وما تنسوش اليوم من خلال فقرة الديكور مع ضيفنا المختص في الديكور سامي دنان فغادي نتكلموا على كيف ممكن نستغلوا المساحة ديال الشقق اللي كتكون صغيرة. غادي نبقاو مع ثاني اخت وبكل أسئلتكم 0522 46 72 51 أو 52 أو 0522 43 00 00 وإلا عن طريق الرقم الخاص برسائل SMS دائما هو 5080. غادي ناخذوا بشرة معنا من السمارة. مرحبا بك بشرة. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تنشكرك الأخت عفاف على هذا البرنامج. شكرا لك أبو شرا. وتنتمنى لكم سنة سعيدة. يا رب علينا وعليك إن شاء الله. وتنشكر الأخت مستقبلة المكالمات على اللطف ديالها وسعة الصدر ديالها. هي سميحة تحية سميحة شوبير استقبال مكالماتكم. ميرسي أختي شكرا. عفاك بغيت نسأل المختص, أنا اللي دابا صيفط لكم ميساج محمد مساعد. نعم مرحبا. عندي عافاك الله يجازيك بخير وبغيت تجاوبني سمحي لي. نعم ماشي مشكل حنا كنا اقترحنا عليك. عندي ديالي الصاله عندي فيها ريدو عندي في الكرونه محفره مطره وعندي في الباج, ودابا بغيت ندير للصالون ديالي بغيت ندير للشوفه وبغيت ندير للشراجم عندي جوج شراجم بغيت ندير ليهم ريدوات ومشيت عند الخياط ما لقيتش نفس الثوب. نعم يعني واش هو الاقتراح اللي يقدر يقترح عليا بالنسبه للطلامط؟ عندك اش من لون؟ عندي فيهم ريضه فيهم الكرون فيهم الكرونه وفيهم الباج وبحال فيهم واحد شويه تاع الكري.
غتشوفي شي تويب في المبره ولا في سورتو في المبره اللي يكون في داك اللي يكون في داك الكرونه اللي عندك تما في اللي عندي في الريدو ولا اللي عندي في طلامط استاذ اللي عندك في طلامط ميرسي شكرا اولا لو غري اللي عندك في طلامط هو تاخدي منه ديري منه الحوف ديال الصالون باغ اكزومبل الا درتي لو غري في الحوف ديري الكرونا اللي كاينه في طلامط ديريها في الريدو نعم اولا عاود الكونتري اولا العكس نعم اذا هما زوج ديال اللوينات اسامي اللي غتخدم بهم عندها حيت عندها لو غري والكرونا في طلامط حتى البيج وعندها تلباج من الأحسن تبقى في الجري ولا في الجري ولا البوردو نعم واحد تستعملوا الحوف واحد تستعملوا الخوامي للريدو نعم وراه كنا اقترحنا عليها بطبيعة الحال على بشرة بما انه كانت وضعها هي السؤال محمد مساعد الصفحة ديال البرنامج راه اقترح عليك سامي انه ما فيها باس خذي صورة للصالون اللي عندك وضعيها في الصفحة ديال البرنامج وهكذا غيسهل علينا نعطوك مجموعة من الافكار ومن الاقتراحات يا بشرة ناخذ حنان معنا من العاصمة الرباط مرحبا بك حنان السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله حنان كنشكركم على هذا البرنامج بزاف الشكر ليك حنان تحية لكل أوفياء بمدينة الرباط سنة سعيدة علينا وعليك بغيت أختي نسول مهندس ديكور على واحد صالون عندي مربع وفي صباغ ديال عنبرة فيه بالغوز غوزان ديال ودايرة فيه تلفازة بلازما ومعرفش من فراش غندير ليه وشفت واحد المبرة عجباتني محفرة فيها الباج ومزوقة بالكحل وشوية زقلي مرشوشة بشوية زقلي بالنسبة للخيط اش من لون قلتي؟ تحلية هاد الصالون ولا لا؟ اش من لون قلتي عندك؟ لغوز نعم الغوز غوزانديا ناصح غوزانديا وبالنسبة لهذا الطلامط اللي لقيتي اش من لون قلتي فيهم؟ بالمبرة بالباج وفيهم وريضات بالكحل وشوية زقلي مرشوشين بالزقلي زقلي ذهبي ياك؟ ذهبي تقريبا يقدروا يجيو عاتي علاش كننصحوا ديما في الصالون من الاحسن تكون اون كولور اللي واحد اللون اللي تكون اللي تكون ستاندر بحال البياض ولا الباج باش ما عمر تلقاو مشكل في الفراش ديال الصالون مي بالنسبه الا كان غالب عليها الدوغي راه تقدر تجيك تقدر تجي وي تقدر تجي الا كان غالب عليها الدوغي اما الا كان غالب عليها بزاف النوار غتجي شويه بعيده نعم غتكوني مضطره باش تقلبي شي حاجه اللي فيها داك لوغوز باش يجيك شويه موالم واخا يكونوا غير رشيشات شويه ما يكونش زعما الغوز غالب بزاف طلامط واخا يكونوا غير مرشوش بعدا باش يعطي واحد شويه ديال التناسق كاين فيه الغوز ولكن قلت انا ربما الفضاء ما يبانش كبير ديال الصالون كاين غتقدري تلقاي اللي غالب عليه الكري ولا البيض وفيه رشيشات بالغوز مع التوركوا ولا شي حاجه كاين دي موديل بحال هكا في من الاحسن ناخذ الغوز غير رشيشات ما يكونش عام وي غير رشيشات بالغوز يعني ما يكونش كله غوز عامر بزاف باش مي كما كنقولوا ما غيبقاوش يبانوا الطلامط مع الحيط الا درتي عامر بالغوز بزاف ما يبانوش لك طلامط من الاحسن بلا من ناخذ هذا الشكل فيه النوار دابا النوار وتزيد عليه السقلي عاد زائد الغوز غيجي بزاف ديال اللوان غيجي مشارجي بزاف وما غاديش يعطي داك التناسق نعم اذا اللوينات اللي شرتي ليهم اسامي ممكن هما اللي يكونوا مواتين اكثر ودائما تبقى في هذاك الغوز بالدرجه اللي غير مرشوش ما يكونش مثلا يكون ارضيه ولا هو اللي غالي نعم نمشوا هذه المره نجاوبوا حبيبه من تارودان هي معنا على الخط مرحبا بك حبيبه الو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله حبيبه كيفك لاباس عليك الحمد لله مرحبا بك الحمد لله سنه سعيده لك ولكل طاقم راديو حتى الضيف اللي معاك والاخت اللي استقبل مكالمتك شكرا لك حبيبه علينا وعليك ان شاء الله بكل ما تمنيتي امين بارك الله فيك اختي الو اختي عندي لي انا واحد الثوب حرير في الكحل وبغيت ندير فيه جلابة وما بغيتش ندير فيه لون واحد ولا جوج يعني بغيت ندير فيه لون بزاف بغيت نسولك عافاك واش من اللون نقدر ندخل فيه وحتى الخياطه اللي ندير ليه نعم حتى الخياطه اللي بغيتي ديري في الجلابه واضح سؤالك حبيبه شكرا لك تواصلتي معنا سؤال واحد اخر مرحبا شنو ثاني سؤال كنت كنصوني في البرنامج وقفت فيا الخط عافاك انا درت الحنه في يديا ومنين مشات لي الحنه من يديا وبقات لي الاطراف ديالها بحال نحرق لي نعم اذا كانت فيها شي ماده هذه الحنه اللي استعملتي حبيبه لا ديما كدير لي هكذا دائما في كل مره وكتستعملها غير بوحدها ما كتضيفيش عليها ما كتزيديش عليها شي حاجه لا نعم خدات لي الاطراف بحال تحرقت لي يديا
لكم ممكن مستمع زي مدرج. ولكن غير قولي حبيبة وش هذا غير اللون اللي في اليدين ولا اللي الدين ديالك تحسي أن البشرة ديالك كتبان محروقة ولا غير اللون من الفوق؟ لا ما كتحرقني حاجة ما كتحرقني ما تشي حاجة غير اللون اللي تبان حلا محروق. نعم واضحة حبيبة. شكرا بارك الله العفو وشكرا لك لأنك تواصلتي معنا. تحية لك حبيبة. ناخذ سميرة هذه المرة معنا من أكادير. مرحبا بك سميرة. صباح الخير حبيبة ديالي مبروك على وجهكم. علي نوع عليك ان شاء الله سميرة. الله يجازيك الخير اختي عفاف. بغيت نسألك حتى تحولت من داري ياك وجمعت الحوايج كلهم يعني بواحد الصالون وخاصة على الكلامات وخاصة على السدادر ما توقع لي الشكل ديال الدنيا ولا فهمتي مع الدرس. نعم فبغيتي تعرفي شي طريقه اللي غتحافظ لك على السدادر من الغموليه ومن الريحه اللي كتكون يعطيك السلامه. انا كتكوني شاده الدار يعني ما غاديش تكوني تشوفيها يوميا يعني كنمشي داغي مره خفت على السدادر وانا طلعت الحوايج. نعم. غير قولي سميره الدار ديالك بعدا ما فيهاش الغموليه من قبل؟ لا ما فيهاش بزاف ولكن مرة كتكون هذيك الريحة يعني الا كانت البروده كثيره. نعم وقد يقرا ان السيد اللي معك هذا كان سلموا عليه وكنقول لي يعطيك السر قال واحد المودرة اللي كدير على حساب الجليج. انا سمعت بيكربونات مي ما فهمتوش على المادة الاخرى اللي كتستعمل ياك وتو ان اخر الله يجازيك داخل عندي جلابة سيقوى ياك سيقوى بغيت نخيطها وما عرفتش اش ما نقول الله يجازيك داخل وشكرا مبارك على وجهكم. بالنسبة لهذا البودرة اللي ما عرفتيش هذه كتباع في الاسواق بودغ دو بونس هي معروفه كتباع في الاسواق راه تسوري بودغ دو بونس هاد سميتها بودغ دو بونس معروفه. اذا غتعطيهم غير هذا الاسم غير عطاو هي ماده كتكون على شكل بودره سميك هي بودره بيضاء تقريبا بحال الشكل ديال البيكربونات الصوديوم. الا كاع ما لقاتش تمشي غير عند اللي كيديروا مواد البناء هما تسول هما غيوريوها بالضبط فين تلقاها. نعم طيب هذا شفتوا اللي كيبيعوا الرخام اللي عندهم اللي عندهم رخام وزليج مواد البناء وعندهم رخام وزليج غادي يوريوها بالضبط فين تاخذها ان شاء الله. وحنا غادي نرجعوها سميره باش نجاوبك على المشكل اللي عندك انك تحولتي من الدار وخليتي السدادر والفراش ديالك وخفتي عليه من الريحه ديال الغموليه فواش كاينه شي طريقه اللي تجنبك هذا المشكل. حنا غادي نرجعوا نجاوبك ان شاء الله ونجاوب كل المستمعين الكرام اللي كيحرصوا على التواصل الدائم معنا في برنامج سيداتي سادتي. غادي نبقاو مع فاصل اعلاني راجعين مباشره من بعده على مد غادي يولي داعي قريبه منكم دائما. حنا مازال مواصلين حلقه اليوم من برنامجكم سيداتي سادتي الحال كنقولوا من جديد سنة هجرية لكل أوفياء الإذاعة القريبة منكم دائما ماد غاديو على كل الأمة العربية الإسلامية يا رب مع أطيب الأمنيات. فاحنا غادي نمشوا باش نجاوبوا سميرة من مدينة أكادير سامي فهي كتقول أنها تحولت من الدار ديالها مشات لدار أخرى ولكن الدار اللي عندها من قبل مفرشة فهي خافت على ديك الريحة ديال الغمولية وديك الريحة اللي كتبقى في الدار خصوصا إلا كانت ما مهوياش أو لما كتحلش مرة فبغات تعرف واش كاين شي طريقة باش تحافظ على الدار وعلى الفراش ديالها من هذه الريحة. اولا ما تخليش الفراش محطوط خاصها توقفه. اذا توقف الفراش هذه اول حاجه مرات ما فيها بس تهوي الدار خاصها تحل مره ودير لي زاستيوس اللي كنقولوا ديال الغموليه باغ اكزومبل طريفات ديال الطباشير في لي كوان. اذا دوك الاصابع ديال الطباشير الابيض تحطهم مثلا في دوك القنيتات ديال الحيط تحط خنيشات صغيرين ديال الخزامه الورد ممكن كذلك الريحان كذلك وديك القهوه ملي كتغسل تخت ديال القهوه حتى هو كيابسوربي الريحه ديرو حتى هو في. وهذه جديده معك اليوم سمينه كل حاجه كنسمعوها لاول مره كنبين المستمع الكريم هذه جديده اليوم. اذا التخت ديال القهوه ملي كتخليو العصاره ديال القهوه كتبقى هذاك كيبقى هذاك التخت ديال القهوه هذاك تقدر ديرو في طاسات وتحطو في لي كوان حتى هو كيمتص كل الروائح اللي ممكن انها تكون. وي نعم تبارك الله عليك سامي. هي نصائح هي بسيطه سميره الا تبعتيها ان شاء الله فهذيك الرائحه اللي انت خايفه انها تقيس الفراش ديالك ما غاديش تكون نهائيا. اذا حنا غادي نمشيو لموضوعنا اليوم يا سامي باش نتكلموا طبعا هي في سلسله من حلقاتنا مع كل يوم ثلاثاء من خلال برنامج سيداتي سادتي فحنا كنتكلموا على كيف ممكن انهم يستغلوا المساحه ديال الشقق اللي كتكون صغيره. داكور بالنسبه كنا عطينا بعد الاقتراحات في الحلقه الماضيه وكاين الناس اللي كيسولوا على هذه الاقتراحات كانوا ما سمعوهمش. طيب نذكرهم بسرعه. وي كنا قلنا كاين الدار اللي كيكون فيها كيكون ان كولوار انتر كيكون ما بين شومبر اكوشي ولا سال دو بان ولا كويزين كيكون غادي ديريكتومون ديز عليهم كاملين كيمشي غادي تا لا كويزين عاده كيكون سامي من الدخله ديال الباب
من الدخله ديال الدار. كاين اللي كيكون من الدخله ديال الدار كيمشي حتى للكوزينه، كاين اللي كيكون بادي من السيجور ومشى حتى مشى داز على بيت الكلاس وداز على بيت النعاس ولا سال دو بان، مشى حتى لا كويزين. هذاك الاسباس كنقدروا نقصوا ليه في لاوتور ديالو، كنديروا بحال الشكل ديال السده، كتقدر تبنى وتسدها بمره وكتحلها في لا كويزين، حيت عاده كتكون لا كويزين هي الاخرى في داك الكولوار، كتحليها بحال البيب في الفوق ديالها، كتقدر تستعملها بحال ديبار، كتحط فيها الحوايج اللي ما تستعملهمش ديك الساعه. يعني كلشي الديور اللي كيكونوا صغار كيكون عندهم بروبليم درونجمون، كيكونش عندهم لي بلاكار وداك الشيء، هذه كتنفع بزاف. عندنا كاينين دي كويزين اللي كيكون فيهم بحال ان بالكون، هو ماشي بالكون عريان، كيكون مسدود وعنده شريجمان ديال الالومنيوم، غالبا كتكون فيه البرونشمون ديال لا ماشين لافي مع البرونشمون ديال الشوفو. الا قدرنا نحولوا لا ماشين لافي لا كويزين والشوفو يخرج لشي بلاصه اخرى، باغ اكزومبل الا كان شي بلاصه في الشرج فين يتحط، هذه كتقدر تسدها من لا كويزين، ما تبقاش عندها لاكسي من لا كويزين، وكتحلها في لا سال دو بان، كتحل في لا شومبر كوشي كتحليها باب. نعم، حيت غالبا كتكون لا شومبر كوشي متكيه على لا كويزين، على الكوزين بالفعل، كتحليها باب وكتستعملها دريسينغ، كدير فيها لي زيطاجير كتستعمل دريسينغ. وهي كتبان صغيره، ملي كتستعملها دريسينغ كتولي تبان كبيره، كتكبر الا كتسع شويه. إذن هما زوج ديال الحلول ذكرتي اليوم مهمين سامي، كيعطيونا المساحه في الدار، كتستعملهم بالنسبه للغونجمون، دير فيهم حوايج، دير فيهم لي طغا، دير فيهم بزاف ديال المسائل بطبيعه الحال. وي كاين طريقه اخرى بالنسبه لا شومبر كوشي، ملي كتكون ضيقه كيكون مشكل تاهو ديال البلاكار، حتى البلاكار اللي كيكون فيها ما كيكونش كافي، كنقدروا الحيط اللي كدير فيه لا تيت دولي كنخليو ليسباس اللي فيه لا تيت دولي كيبقى، وفي داك داك الجناب ديالها فوق من لا تيت دولي وفي الجناب على اليمين وعلى اليسار كنديروا دي رونجمون بحال سو فورم دو بلاكار، ولكن ما يكونش كله مسدود باش ما يجيش شويه ما يجيش كديروا باغ اكزومبل تقدر دير دو تيغوار لتحت وتخلي ايطاجير عريانه، دير تيغوار واحد اخر وتخلي دي ايطاجير، كتستعملهم بزاف ديال الاغراض. وكتخلي لا تيت دولي الوسط كتجي بحال داخله، يعني لو لي كيجي بحال داخل الوسط من هاد البلاكار. نعم، كيجي كتستغلو من الفوق وحتى من الجناب، داك الحيط ما كتستغلو كامل. وبالنسبه لفهاد الحاله هادي ما يمكنش دير لي زاباجور، يعني فهاد الحاله كدير لي زابليك اللي كيلصقوا في الحيط كيكونوا فوق من لا تيت دولي، كديرهم فوق من لا تيت دولي. بالنسبه لشي حد الا بغى يقرا بالليل بلا ما يشعل الضو ديال لا شومبر كامله وداك الشيء، يعني بلاصه لي زاباجور كدير دي زابليك. نعم، اللي هما كيتعلقوا في الحيط. وي هذا بالنسبه لغرفه النوم. كاين بعض المرات اللي كتكون غرفه النوم ديال الاطفال صغيره بزاف، دي فوا كتكون هي شي بياس ديال شي حاجه اخرى كيستغلوها بالنسبه لغرفه الاطفال، يلاه كيجي فيها تقريبا الحد في القد كيجي لولي، يعني ما تقدرش فيها شي حاجه والدري كيحتاج امبيغو داك الشيء. كنعرفوا الغرف ديال النوم ديال الوليدات شنو، يعني ما شاء الله كتكون عامره. وي من غير عامره عنده على الاقل خصو لورديناتور ديالو، خصو امبيغو فاش يقرا وخصو دولي. كاين دي فوا اللي ما كتلقاش فين تحطهم كاملين، كتكون كاين دي فوا اللي كتلقى الناس غير ان بالكون كيدخلوه وكيديروا بيت ديال الدري، يعني كتقدر دير ان اللي كيكون عالي بحال دوك لي لي سوسبون اللي كيكون فيهم دو زيتاج. نعم، واحد من فوق واحد فوق واحد، هو كيكون غير واحد داك التحتاني بحال لا ما كاينش، وتحت منه كدير ان بيرو. نعم تبارك الله، غير هذه الفكره من الفوق. نعم، كيبقى منه كتستغلو وكتبقى المساحه اللي هي لتحت كتستغلها، كتستغل فيها ان بيرو بلورديناتور ديالو، وفي الجنب ديالو كتقدر دير ان بيتي بلاكار، يعني تحت ديما تحت من لوجي كتقدر دير ان بيتي بلاكار. نعم تبارك الله عليك، هذه فكره ذكيه سامي اليوم، ممكن عفوا انه نعملوها في الغرفه ديال الوليدات ديالنا الا كانت المساحه ديالها صغيره، ملي كتكون صغيره. كاين بالنسبه كاين بعض الحال بالنسبه للصالون كنا ذكرنا بان من الاحسن ديما يكونوا لي طابل دو كوان، حيت هما كيزيدوا في المنظر. نعم، وكنستغلهم كنعمروهم بالحويجات اللي بغينا نخبيهم مثلا تما. وي كتستغلهم. وبالنسبه للديور اللي كيكونوا صغار من الاحسن فوا ايفيتي قوه لي زاكسيسوار. نعم، حتى من لا تيلي دو بريفيرونس ديما تعلق، ما تكونش محطوطه. وي دوك لي موبل تيلي وداك الشيء سي ايفيتي، حيت كياخذوا لي سباس باغ اكزومبل الا غديروا في الصالون كي صغار الصالون كتصغر المساحه ديالو، الا علقتي لا تيلي كتقدر كتستغل المساحه كامله 100%. نعم،
نعم هذا بالنسبه للصالون. تبارك الله عليك سامي، غادي نبقاو في الصالون باش غادي نواصلوا معاك ان شاء الله سلسله من الحلقات باش كنعرفوا كيف ممكن نستغلوا المساحه ديال الشقق اللي كتكون صغيره دائما مع ضيفنا المختص في الديكور سامي دانان. شكرا لك سامي، عواشرك مبروكه مره اخرى، وشكرا على كل النصائح وكل الاجابات اللي كتقدم على اسئلتي طبعا وعلى اسئله كل المستمعين الكرام اللي كيتواصلوا معنا. شكرا لك مره اخرى وسنه هجريه سعيده. احنا وصلنا لختام حلقه اليوم من برنامجكم سيداتي سادتي، موعد جديد ان شاء الله غادي يجمعني مع كل الاوفياء في حلقه الغد. لكم اطيب وارق تحيه من عفاف ماجد اللي كانت معكم في الاعداد والتقديم، سعيده قال اللي كانت مرافقتني في الاخراج، وسامحان شوبي اللي كانت في استقبال مكالماتكم. بقيت اوقات طيبه كنتمنوها لكم اوفياء.